استبعد ان يكون هناك غزوا، قد يكون هناك توغلا كما فلتت كلمه من الرئيس بايدن في المؤتمر الصحفي عندما استخدم لاول مره عباره incursion عوضا عن invasion بمعنى التوغل مقابل الاجتياح. اعتقد ان الخطاب الذي ادلى به بايدن امس وكثره استخدامه للغه الجسد، استخدام لغه الجسد وهذا معروف في الثقافه الامريكيه والغربيه عموما، الاشاره بالاصبع هكذا او هكذا هذه تعتبر لغه عدائيه تحمل نوعا من التهديد. كان من غير المنطقي على الاطلاق ان تكون كلمه بايدن التي هي اقل من ربع ساعه معبأة ومفعمة في هذه الرسائل الجسدية، وهي توحي بأن أجواء الحرب حقيقية، ولكن أعتقد أنه قد تم تخفيض نسبة التوتر لأنه تضمن الرسالة الأهم في خطاب بايدن أمس، وهي أنه لا نية للولايات المتحدة ولا للناتو لزرع صواريخ تهدد روسيا على الأراضي الأوكرانية. هذه الإشارة الثانية زمنياً بعد الإشارة الأهم أعتقد، وهي التي أعلنها المستشار الألماني وهو بضيافة بوتين عندما قال أن بند إدراج أوكرانيا على الناتو بمعنى عضوية في ناتو غير متاح الآن وغير مطروح أصلاً. فبالتالي أهم نقطتين طالب بها المفاوض الروسي، والمفاوض هنا الروسي هو وزير خارجية ولكن عملياً يصفه بوتين بوزير الدفاع، أتحدث عن لافروف. لافروف كان واضحاً أيضاً عندما التقى واستقبل نظيرته البريطانية بأن كل التأكيدات الروسية بأنه لا نية للغزو لا نية للاجتياح لم يفهمها ما وصفه بحوار الطرشان، حوار الصم والبكم، فاضطر إلى الإيماء برأسه مازحاً مع أحد الصحفيين للتأكيد بأنه لا نية للغزو. الآن هذه الرسائل الإعلامية عزيزي وصلت من السخونة، وهي التي تبرر هذه الأرقام التي عرضتها والحقائق كلها حقيقية لا شيء مزيف في ذلك، ولكن مقابل هذا التصعيد هناك نوع من الاستخفاف والسخرية. وصلت إلى درجة أن تقول المتحدثة الروسية أرجو أن يعلمونا أين هو التوقيت الأخير للغزو الروسي حتى نرتب أمور إجازاتنا على هذا الأساس. فالحرب كلها الآن إعلامية بحتة، الهجوم السافراني ليس الأول ولن يكون الأخير، تأكيد أيضا بايدن في خطابه أمس بأنه فيما لو تعرضت أمريكا لهجمات سيبرية روسية فإن العقاب سيكون شديد، هذا يؤكد الآن أن منحا آخر في هذه المواجهة هو المنح السيبراني، هو في مرحلة ما قد يكون بديلا عن الغزو العسكري على الأرض، ولكن أيضا يذكر بأن حقيقة المشكلة في الأساس هي صراع إرادات. هل الإرادة الروسية مقابل الإرادة الأوكرانية تتحدث وتتحاور فقط بأدوات القوة، أم أن هناك حسابات فرعية في الخلفية، وهي الحسابات الروسية الصينية الأمريكية من جهة، حسابات الأوروبية الأطلسية من جهة أخرى، وحسابات كيف ينظر العالم لهذه الأزمة. اليوم الأربعاء حل، وقد قمت بتغريدة بهذا الأمر قبل البرنامج، قلت فيها أنه حل الأربعاء ولم تقع الحرب، ولكن عمليا يا عزيزي الكل يتفرج الآن وينتظر كيف ستكون النهاية، نهاية هذا الصدام بين بوتين وبايدن. هل سينتهي الأمر بتشجيع مثلا الرئيس الصيني تشي بأن يقوم بغزو تايوان؟ هل سيفهم من ذلك أن الساحة الشرق أوسطية ستكون بمنأى عن مواجهة روسية أمريكية قد تكون على أرض سوريا أو على أرض العراق؟